رزقه دايما متوكل، والبحر باب مفتوح على الخير، فاتح بيوتنا وبيأكل، والبحر يلزم له مراكبي، والمركبة عايزة النجار، وعشان كده عبد العاطي له باع طويل في أصول الكار، عاش للمراكب في الورشة، في عزبة البرج في دمياط، تشكيل حديث، صب هياكل، ترميم وتجديد الدهانات، لأجل المراكب ما تعمر لازم ما يدخلهاش مية، وعشان كده بقى في مهنة سموا أصحابها الأفطية. أصل السفن زي بيوتنا، الخشبة بمقام الطوبة، وعشان كده في نهاية العام بيغيروا لها الأسطوبة. معلم محمد أبو المعاطي، فأحلى مكان في مصر. إحنا فين؟ إحنا فين يا محمد؟ إحنا في عزبة البرج. في عزبة البرج. اليمة دي إيه واليمة دي إيه؟ دي عزبة البرج، واليمة التانية راس البر. راس البر على طول. واللي يفصلنا ده النيل، نهر النيل فرع دمياط. بس النيل عندكم مختلف، حركته أسرع لأنه خلاص هيصب. هيصب صح؟ ده إحنا في منطقة المصب. إحنا في المصب. في المصب يعني المية هنا مالحة عن؟ لا مش شرط، لما يكون النيل مفتوح بتبقى حلوة. تبقى حلوة لأن منسوب النيل على من البحر. مظبوط. طب وإحنا هنا أنت بتعمل إيه؟ معلم بناء سفن ومراكب، إيه اللي إحنا إحنا فين؟ دي مراكب صيد. ها؟ إحنا بنشتغل هنا، بنصنع مراكب صيد. أيوة. خشب وحديد. بس بتصنع وكمان بتطلع. بنصنع وصيانة. بتصنع وتصيد. صيانة وتصنيع. صيانة وتصنيع. يعني في مراكب من المعمولة دي جاية هنا صيانة. 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 ها؟ أنت في المجال ده بقالك قد إيه؟ من سنة 96. 96. قبل كده كنت باجي عيل صغير. كنت صغير قبل. ما اشتغلناش مسؤولية إلا من سنة 96. اشمعنى يعني؟ خلصنا دراسة. اللي خلص دراسة يجي على طول الكلية بتاعتنا. لكن غويتها إمتى؟ من زغري. أي حد بيجي على البحر ما بيروحش البيت. يجي على البحر بعد المدرسة. ما بيروحش البيت، هم بيجوا يجيبونا من الورشة يروحونا. أنت والدك صانع سفن وجد. وجدي صانع سفن. طول عمرك. ورث ورث المهنة جد أبا عن جد. بس انت عزباوي اصلا ولا من دمياطي؟ دمياطي. وجيت بس احنا في العزبه من سنه 89، مقيمين في العزبه من 89. من 89. والدك اتعلمت منه ولا اتعلمت من مين؟ طبعا والدي. من والدك. والدك اتعلم من والده. من والده. والدك كان يعني ايه بالنسبه لك في صناعه السفن؟ عبقري. انا كنت بتفرج عليه بس استمتع باللي بيعمله. بيعمل ايه يا محمد؟ كل حاجه يعملها. كل حاجه مش شهاده الناس، لان طبعا اللي جيت هو بيشتغل في الشغل اللي كان بيجي يتكلم يقول لي بتشتغل مع ابوك ازاي. كان شديد عليك جدا. ليه؟ مش عايز يعلمنا. عايز يعلمنا من وانت قد ايه؟ من 10-15 سنه. يشد عليك ازاي؟ تمسك قصاده حاجه؟ تمسك قصاده، واللي ما يجيش الشغل الساعه 8 ما يجيش يروح يكمل اليوم في البيت. يكمل في البيت. كان بيديك يوميه يعني؟ ما تكمل طبعا. بيديك يوميه؟ طبعا بيديني يوميه. انت متعلم ايه يا محمد؟ أنا تعليمي خريج دبلوم بحرية، وبكمل تعليم مدمج كلية زراعة جامعة المنصورة. إيه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان أولادي. فعلاً؟ عشان أولادي يعرفوا إن أنا بذاكر يذاكروا زيي. عايزهم يذاكروا زيي؟ عشان يذاكروا. والمدام بتاعتك متعلمة؟ المدام بتاعتي متعلمة، معاها بكالوريوس تمريض وبتعمل دكتوراه في التمريض. بتحصل دكتوراه في التمريض؟ هي بتعمل ماجستير، هتخلصها هي وتكمل دكتوراه. وأنت مبسوط بالقصة؟ طبعاً مبسوط. هو اهم حاجه التعليم فعلا. مش الصنعه؟ كلكم هربتوا من المدارس وتشتغلوا في الصنعه، ودلوقتي راجع تتعلم تاني؟ طبعا. هتستفيد بحاجه تفتكر يا محمد؟ اكيد هستفيد. طب اشرح لي بقى عن الصنعه بقى شويه. يعني بتبتدي هيكل مركب زي ده كبير ازاي؟ اول حاجه بنعملها بنشتري الخشب بتاعه. لازم نتمم الخشب عشان لما نشتغل ما نوقفش. الخشب الاولاني خالص، خشب الشجر. لازم يبقى خشب شجر. لازم خشب شجر، اللي هو التوت او الكافور او الصنط. اشمعنى الانواع دي؟ هم دول اللي ينفعوا في البحر. خشب جامد، واستعمل الشجر عمرها 100 سنه و70 سنه و80 سنه اللي بتنشغل بيها. ناشفه موت. ناشفه خالص. مش ناشفه، هي عمرها عشان تكبر اشتغل انا بيها عمرها 70 سنه. انت محتاجها تبقى كبيره قوي. كبيره، مش شرط الطول، اهم حاجه اللي تتوصل بقى. تتوصل كده. كله يتوصل. جيب الخشب نتممه، وبعدين نشقه ونسيبه يتهوى شويه، وبعد كده نبدا نشتغل فيه. بالتدريج كده بنبني من تحت لفوق. صحيح. ومن بره يتجلد بقى خشب. خشب سويد. سويد بقى بتاع بره ده اللي هو مستورد. ايوه.
وفي الاخر الدهانات و تمام صحيح؟ صحيح. ياخد قد ايه مركب كبير زي ده عشان يتعمل؟ ياخد قد ايه الزبون لو جاهز؟ ياخد 8 شهور لو جاهز. لو جاهز 8 شهور حسب كانك بتشطب بيت، حسب اللي بيدي لك فلوس كانه مقاول بيت. هو اللي الدفعه اللي بيجيبها اللي انا بجيب له حاجه، اللي يجيب لي دفعه بجيب له بضاعه. اغلب المراكب دي يا محمد بينزلوا البحر مراكب صيد ولا مراكب سياحه ولا في سياحه وفي صيد؟ ما هو الصيد كذا مهنه مش مهنه واحده. ما بتعملوش يخوت يا معلم يعني من جوه بقى الشيك بقى زي بتاع بره؟ عملنا. ومن جوه تفرشها ازاي؟ هو بيجي كتالوج موديل السنه، يعني ممكن يشطب قطر من جوه تقلده بتوع بره بالفايبر يعني؟ هو يشطبه من جوه وخلاص، ويجي الكتالوج الموديل الجديد يشيل اللي هو عمله عشان يعمل جديد، لان السايح بيجي عايز الحديث. قصدك السروجي يعني ولا من جوه؟ قصدي الشياك يعني، مثلا عم تركب يخت بتوع بره ماركات العالميه سان سيكر ولا معرفش ايه، تلاقيه حلو كده من بره. من بره الاغلبيه واحد، من جوه التشطيب بيفرق بقى. ايوه طبعا. هو ممكن يشطب مركب ويعجبه وينزل كتالوج جديد موديل السنه. عايز يوضبه. شيل دي وشيل دي وشيل دي، بعد ما شطبه نشيله. بيجي لك ناس كده؟ بيجي. بيجي. طب مين احسن زبون دلوقتي شغالين عليه؟ احسن زبون الصياد. 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 مين بينقي اسامي المراكب دي؟ اصحابها. الرساله. ابو صابرين. ابو صابرين. اسم بنته. بركه الحج. كتير كاتبين بركة الحجة وبركة الحج. والده والدته. والده أو والدته. بنته مثلا باسم بنته باسم ابنه. أنت أولادك اسمهم إيه يا محمد؟ أحمد وكريم وسلينا. وسلينا؟ سلينا. مين منقي الاسم الأرافرانكا ده؟ كريم. كريم اللي منقي الاسم؟ كان بيختار أسامي والدته وبعدين قال لها هنختار الاسم ده. حلو. المركب لو فضلت بره كتير تبوظ ولا لو فضلت جوه كتير تبوظ؟ كده وكده. يعني لازم من ده على ده. بر مائية. في الشيء في الصيف الخشب يبوظ فلازم ينزلها يغطس. وفي الشتاء؟ وفي الشتاء ميه تبوظ. اكتر الناس بتطلع العمارات في الشتاء اللي هي ايام النو والحاجات دي، هو بيطلع في الشتاء عشان هو ما ينفعش يسرح البحر. طب بقول لك يا محمد، انت الصناعيه بتوع والدك ما فيش حد قديم منهم معاك فيه. ورثته مع الصنعه؟ انا ورث اثنين. ورث اثنين؟ مين؟ استاذ محمود وقتها هوريه لحضرتك. والسيد محمود والسيد. مين فيهم كبير ترشحه يكلم؟ استاذ محمود. استاذ محمود. راس البر مدينه في دمياط كانت والفتره طويله اشهر مصايف مصر، بتطل على البحر المتوسط وبتقابلها من الناحيه الثانيه عزبه البرج، ودي تعتبر إحدى جهات صناعة السفن واليخوت في العالم. بتتميز المدينة بكثرة الشواطئ وأشهرها كورنيش البحر وخليج راس البر، لكن تفضل منطقة اللسان أهم مناطق الجذب السياحي براس البر. بيرتبط النيل بالبحر المتوسط هنا في منظر نادر، عبارة عن جزيرة على شكل مثلث رأسه منطقة اللسان، وضلعه الشرقي في النيل والغربي في البحر. راس البر مدينة بتشتهر بالأسواق، يمكن أشهرها سوق مدينة العرايس والسوق العمومي، ده غير شارع النيل المشهور بالمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والخروجات. بيسموك الأستاذ ليه يا عم محمود؟ لأن أنا حاصل أصلاً على بكالوريوس تربية رياضية دفعة 80-81. فالناس اللي تعرفني كلها ما تعرفش باسم معلم او محمود او كده، معظم الناس هنا تعرفني بالاستاذ. باسم الاستاذ. علشان موضوع البكالوريوس. عشان موضوع البكالوريوس. اتعينت يعني في الكليه؟ لا ما رضيتش اتعين. ليه ما اتعينتش؟ لان انا اتعينت، انا كنت صديق والدي الله يرحمه. صديق والدي. وكنت في العهد ده سنه 80 كنت بشتغل اليوم ب 10 جنيه. يعني في الشهر ب 300 جنيه. حلوين. وكان الراتب الاساسي في العهد ده بتاع المقاولات العليا 22 جنيه. وانت بتكسب 300؟ وانا بكسب 300 جنيه. كسيب. فبشتغل ولا اتعين؟ تشتغل طبعا. اشتغلت في نفس الوقت، كان ابويا الله يرحمه كان صديق ليا، ما كانش اب. ما رضيتش اسيبه واتخلى عنه في المهنه، طبعا كان راجل كبير وان انا اسيبه لوحده. فاشتغلت معاه وكتفته وسبت الوظيفه. هو كان قسطه برضه بتاع تصنيع. كان نجار.
كان نجار برضه نفس المهنة. نجار سفن مش نجار أي حاجة. لا نجار سفن. وجدي كان نجار سفن برضه. برضه. أنت أصلاً من عزبة هنا من عزبة البلد؟ لا أنا أساساً دمياطي من مطرية بلد اسمها المطرية. جنب تبع الدقهلية. تبع الدقهلية بس المدينة القريبة بتبقى دمياط. أقرب بلد لنا دمياط. مش كده؟ أنا عايش هنا في دمياط من سنة 70 وأنا في الدراسة. من 70 من سنة 70 يعني 52 سنة الوقت عايش في دمياط. أنت عندك كم سنة يا أحمد؟ أنا عندي 69 سنة. ما شاء الله ربنا يديك طولة العمر والصحة. اشرح لي كده يعني مثلا اللي احنا اللي قدامنا دي عرضة مركب. دي عرضة اسمها عرضة بطوس، غطا بطوس بس حطوا فوق هنا. ايه البطوس ده؟ ده البهات الفوقانية دي اسمها بطوس. الحتة ده هي. ده المدور المركب كده من ورا لقدام. اسمه البطوس. فدي عرضة وتحط فوق البطوس اسمها عرضة بطوس. بتتحط هنا كانها كوبيستا يعني يا عم. أيوة محمود. ايوه. طب اسمع يا عم محمود، فضل. المراكب لما شفنا الهياكل بتاعتها في زي من زي عظمه زي السمكه كده الترابل تحت. اسمه ايه الترابل؟ الترابل ده اللي هو التحتاني ده وانا اساس المركب، وبعدين طالع منه بقى القفص الصدري بتاع المركب. حتى القدمانيه اسمها البدن. البدن اللي في النص ده بقى اسمه العظم بتاعه. العظم. هو شكله زي الحوت. زي العظم بالظبط، لما تيجي تفسريها زي عظم السيزي بتاع الانسان. ايوه تفسر بالظبط. وبيتكاس عليه الخشب من بره ومن جوه، وانت اللي تحدد له تخانه. وانا اللي بحدد بقى التخانه وبحدد الطول وبحط العرض وبتخنه، حاجه اسمها تخانه. ازاي يعني؟ امسحه. ده تخين يعني ده متخن داخل تخانه ناعم. بقى حضرتك غير لما يكون خشب مشوق. دي خشبه ايه مثلا؟ دي كافور، اسمه كافور. حلو. ده حضرتك خشب ده مشوق خشن شويه. أيوة. انما لما بيخش على التخانه بتنعمه. بادواتك ايه بقى اللي بتعمل بيها الحاجات؟ الادوات بتاعتي ده اسمه ربع كهرباء. ده ربع كهرباء. ده ايه ده؟ ده ربع بمسح به الخشب دي وبكسر به السوك بتاعه الحاجات دي. كانها صنفره بس مكنه. بتيجي لاخر الصنفره دي لاخر مرحله. بعد كده بستخدم الشنيور ده عادي، مؤاخذه بخرمه هنا الخشب ده وبعدين بصمر مكانه. بتستعمل مسامير. ودي مسامير اللي بتستعملها الصلب دي؟ في صلب وفي مسامير اسمها حدادي. ده يعتبر اكبر مسمار. 15 سم في 10 وفي 12 وفي 8 لغايه 6 سم ولغايه المسمار الشيشه اللي هو صغير ابو راس ده بنشتغل به في الابلكاج. كم صنايعي عشان يعملوا مركب كبيرة زي اللي احنا قاعدين عليها؟ والله هو ممكن يبقى 4 وممكن يبقى 6، وكل ما بيزيد العدد في الصناعية كل المركب ما بياخدش وقت أكتر. أسرع طبعا. بيبقى أسرع. وهنا في العزبة النظام يعني متوسط الوقت وعدد الرجالة قد إيه؟ هو يعتبر 2 صناعية بياخدوا في المركب يقعد معاهم سنة. أما أكون جوز صناعية. 2 صناعية يعملوها؟ المركب دي كلها؟ أنت إيه رأيك في عيشة البحر يا عم محمود؟ عيشة البحر يا أستاذة عيشة جميلة جدا وعيشة حلوة، والأكل يكفي إن الخير بيطلع منها. عمرك طلعت معاهم يا عم محمود؟ مرة واحدة في حياتي اللي طلعتها. قعدت كام يوم؟ في السويس قعدت التلات أيام ودخلت البر في اليوم الرابع. وبعدين؟ ما رجعتش تاني. في ناس بتوع مية وناس بتوع بر، ها؟ النجار ده بتاع شجر؟ لا النجار ده بتاع بر. بتاع بر، بتاع مكانه بر. شغل مكانه على البر. انما بتوع البحر دول مكانهم هم على البحر. ناس تانية عشيتهم في البحر. ناس تانية. تفتكر اجرأ مننا؟ بكتير بكتير. شكرا يا عم محمود، كلام معاك جميل وانت راجل شبه البحر. الله يكرمك. وشك شبه البحر. الله يخليك. كله خير ان شاء الله يا رب. يا رب يا رب. عم محمد. ايوه. انت اللي بتعمله ده يعتبر صيانه للمركب؟ مش صيانة، ده أساس المركب الخشب اللي هي صنعة الألفطة اللي أنا بحط أسطوبة بين اللوح واللوح عشان ما يسربش مية داخل المركب. إيه هي الأسطوبة دي؟ الأسطوبة دي مادة بتعزل المية اللي هي تدخل جوه المركب. ده معمول من إيه ده يا عم؟ ده بيبقى حبال وبتجيلنا من روسيا ومن فرنسا وإحنا بنمزها بنفكها. بس الحبل ده مش قطن يا محمد، ده إيه؟ لا زي الكتان كده. كتان؟ زي الفراعنة كانوا بيعملوا بيه في المراكب. زي الكتان بتاع الفراعنة. ده أصل المركب أصلاً بيبقى محشور ده في وسط العروق. بين اللواح. بين اللوح واللوح. أي مركب خشب بين اللواح لازم نحط له المادة اللي هي الأسطوبة. طب وريني كده بتثبتها بقى إزاي؟ بثبتها أهو سيادتك. وريني يا عم محمد.
نجيب الاسطوبه كده ودي أيوة. اسمها بنفتلها كده. تفتلها كده؟ اه لازم تتفتل كده. لكن انت اما بتشتروها الاول لا بتبقى بقى جايه لنا حبال بنقطعها وبنمزها. مين اللي بيمزها ده؟ انت برضو؟ لا 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 في ناس بتبقى شغاله في الشغلانه ده اصلا اللي هي بتمزها. اه حريم ستات تقعد تفركها من بعضها تقعد تمزها كده. اه ها. طب يلا اه زي ما بتقول انت بتدككها جوه المركب كده ولازم خليها مزنوقه جامد كده عشان برضك تعيش بين اللحام. وده بال بقى الموضوع ده اسمه الالفطه يا عم محمد. الالفطه لان الالفطه دي اصلا هي روح المركب. الالفطه روح المركب. روح المركب الخشب. والصنايعي اللي زي حالاتك اللي بيالفط كده اسمه ايه بقى الصنايعي ده؟ الفاط. الفاط. اه الفاط. ودي اصلا تعتبر اهم شيء في المركب الخشب هي صنعه الالفطه لان المركب الخشب لو بيسرب ميه عمره يقصر لان الخشب بيشرب ميه من طبعاً. الداخل فيحمى بقى ويجي له مرض اسمه حمو الخشب. حمو الخشب اه يحمى من جوه العود. العود اللي هو ايه اساس المركب الخشب اللي هي العيدان اللي احنا مصمرين عليها اللواح دي. العود ده طبعا لو شرب ميه وسرب ميه من بين اللواح بيشرب ميه فالعود يطرى. طبعا المركب كلها بقى تتداعى. اه فهو اصلا يعتبر الالفاط هو دكتور المركب الخشب. دكتور المركب طبعا. طب والالفاطه دي تحصل في عمر المركب كم مره يا محمد؟ الالفاطه دي كل المركب الخشب بينزل بيقعد سنه في الماء وبيطلع يتعمل له الصيانه اللي انت شايفاها. يعني كل سنه الالفاطه بتتعاد؟ كل سنه بتتعاد. لازم بيتمر على المركب الخشب كله لان لو قوره دي اسمها قوره. قوره او قرموز زي ده بيسرب ميه يبهدل أرموز. الدنيا قرموز اه اسمه قرموز ده. قرموز اه ده القرموز اللي هو بين الالوان اللحان بين بعض اسمه قرموز. جميل. بعد كده بيجي دور بقى النقاش. النقاش اللي يمعجن. النقاش بقى اللي يمعجن ويمعجن المسمار ويمعجن القرمز دي كلها. الصنعه بتاعتك دي في ناس كتير بتشتغلها؟ لا لا مش كتير طبعا. قليلين لان ما عادش اصلا حد بيتعلم الصنعه. ليه؟ لان الوقت الجيل اللي طالع كله وتيجي بس لحد صغير يجي الواحد يعلمه الصنعه ما عادش حد الجيل اللي طالع مش عايز يتعب ولا يشقى ولا الكلام. بس انت صغير يا محمد. ماشي ما هو ما عادش في الفطيه خالص الوقت اللي هي يعني محدودين. في كم الفاط مثلا في عزبه البرج؟ في عزبه البرج بتاع 12 او 13 بالكتير. على كل المراكب؟ على كل المراكب دي. ربنا يخليك يا محمد ويخلي صنعتك ويكثر المراكب ويكثر الالفاط ويزود السمك ويفتحها في وش كل يا الناس يا رب. وعلى كل الناس يا رب. يا الله يخليك يا الله محمد. يكرمك. يوم جميل يا عم محمد. جميل يا ريس محمد يا استاذ محمد يا باشمهندس محمد. انتوا طلعتوا يعني عظمه على عظمه. انتوا شرفتونا والله يا جماعه. والله العظيم اليوم جميل بوجودكم. احنا مش عايزين نمشي بس الناس كلها احنا معطلينهم والناس بتحب الشغل عايزين يشوفوا اشغالهم. يلا ما يهمش حاجه. مش كده؟ مش كده؟ والله انتوا شرفتونا. ايوه وكمان عشان اقول لك برضو الصنايعي الكبير عمك محمود. عم محمد طبعا جميل جدا جدا بس عم محمود ده كان شعبه ايه ده؟ تربية رياضية. اه ايه بيقول لي ملاكمة. والله بيقول لي ملاكمة وكرة قدم. ما عرفش. لا لا الناس رائعة وجميلة وانتوا كلكم ذوق وصنعتكم تجنن. انتوا شرفتونا واليوم جميل بوجودكم والله. الله يخليك يا عم محمد. احنا بقى عشان ما تنسيناش تعالى يا سارة. سارة رسمت لك صورة ان شاء الله يا رب تعجبك. شكرا يا سارة. اتفضل يا عم. البحر فاتح دراعاته للناس عشان تصطاد جواه. مخبي تحت الموج حكايات عالم كبير جدا وحياة لا عمر حد يجيب اخره ولا عمره يوم بالاسرار فاض. وملوش كبير لو جاي عايم وملوش كبير لو جاي صياد. يا يوصلك ولحد الشط يا يسحبك في الدوامة. لازم تهاب البحر عشان تدخل وتخرج بسلام.